بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير. جمعة مباركة وكل عام وانتم بخير. سنتمنى الحبابي يكونوا بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله على حسب الطلب، الناس اللي عندهم عكوسات، الناس اللي عندهم موانع، الناس اللي عندهم سحر، الناس اللي عندهم اي حاجه متعرضه لهم في حياتهم، تيقولوا حنا عندنا اسحار، عندنا توابع، عندنا، لان بزاف الناس حطوا لي تعليقات على حسب ان عندهم موانع او سحر او اي حاجه تتعطل لهم الحوايج اللي تيبغيو يديروا. بحال الولد الا باغي يشتغل يقدر يكون حصل على وظيفه، ولكن من تيمشي لمقابلة عمل أو أي بلاصة تيحس براسو أنه مرفوض، أو البنت تكون مقبلة على الزواج، تيجي العريس يشوفها ما تيوقع تعسير، تيوقع تعسير. ولكن بإذن الله الواحد القهار، الوصفة ديال اليوم رائعة ونجحت مع بزاف الناس، والرقة تيعطوها للناس، تيعطوها للناس اللي عندهم مشاكل في الزواج او مشاكل في العمل او مشاكل في حياتهم كاملة، انهم تيحسوا بريوسهم انهم حتى حاجة ما ناجحين فيها، وتيحسوا باحباط، تيحسوا بانهم عندهم شي حاجة، عندهم سحر، عندهم انهم توقيف الحال. الناس اللي عندهم توقيف الحال، اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم هذه الوصفة بحول الله وقوته. بالنسبة للناس اللي تيبغيو يديروا هاد الوصفة، لابد يحصلوا على هاد التيمومة اللي تيديروه، تيتيمو به الناس على حسب الصلاة. بحال الناس اللي تيكون ما قادرش انه يتوضا باستمرار، تيحاول يجدد الوضوء بهاد الحجرة او التيمومة، كما نقول احنا في المغرب التيمومة، هي تتكون إما في البحر وإما مهم أغلبية تتكون على شط البحر، تيمومة ديال الصلاة. غادي إن شاء الله هي اللي غادي نخدمو بها، غادي نغسلها بالماء مزيان، وغادي إن شاء الله نحاول أنني نستعملها في هذه الوصفة إن شاء الله. عندنا كأس الماء او تكون زلافة ديال الماء، المهم في ما حطيتي الماء، المهم يكون شفاف بحال هكا. غادي ان شاء الله على بركة الله تنقولوا بسم الله توكلنا على الله. هذه الوصفة غادي نديرها على حسب الوقت ديالها، غادي نديرها مع العشاء، مع العشاء، مورا العشاء، نصلي العشاء، نكون مضية مصلية. ولكن الوصفات اللي تنحطو ربانية تنحطوهم، خاصهم يكونوا إنسان على طهارة ويقين بأن الله سبحانه وتعالى يكمل عليه فرجاه في هذه الوصفة، لأن الوصفات كلهم الرحمانية تتكون عندهم طاقة نورانية، خصوصا في هذا شهر رمضان تنحطو وصفات رحمانية على حسب أن الطاقة النورانية تنأخذها من القرآن، من المكونات، عشوب طبيعية، وإما من ثقتك، الثقة القوية اللي خاصة تكون عندك في الله سبحانه وتعالى، الإيمان. وثالث حاجة أنني خاصني نديرها بيقين ونديرها بسكات، وتحد ما يعرفني أشنو تندير. بحال الولد ياخذ بحال هاد التيمومة وياخذ كأس الماء ويدخل الغرفة ديالو ويحاول انه يدير هاد الوصفة. اما البنت اللي عندها تعطيل الزواج، اللي عندها 40 عام، تتقول انا فاتني القطار، فاتني الحال. ولكن يا اختي او يا اخي، لابد ان الامل في الله موجود، والزواج قسمة ونصيب، ولكن الأسباب، خذوا بالأسباب، خذوا باليقين، خذوا بأن الله سبحانه وتعالى يفتح لكم الباب.
تنطلبوه غير الكريم، هو اللي غادي يعطينا السؤال ديالنا ويعطينا اللي فيها الخير. أول حاجة غادي ناخد هاد كأس الماء وهاد الحجرة نقربها إلى الفم ديالي، وغادي نقرأ عليها الفاتحة الكتاب. هي الأولى نقرأ فاتحة الكتاب، نقرأها 7 مرات باش نفتح أبواب الخير. أول حاجة فاتحة الكتاب 7 مرات تنقرأ، لأن فاتحة الكتاب هي رقية شرعية، رقية شرعية. غادي إن شاء الله بحول الله وقوته نقرأ من مورا العشاء، نقرأ على هذا المكون الحجرة أو التيمومة، وعلى الماء نقرأ الفاتحة الكتاب، نقرأها 7 مرات. وغادي نقرأ إن شاء الله هذا الدعاء اللي غادي نفتح به باب الخير، وغادي نكون إيجابي، لأنني الله سبحانه وتعالى غادي يعطيني السؤال ديالي. بعد ما حطيت هاد كأس الماء مع التيمومة اللي غادي نقرأ عليهم من مورا العشاء، نكون على وضوء، نكون على صلاة، نكون بيقين بأن الله سبحانه وتعالى هو اللي غيفتح البيبان، هو اللي غيجيب الرزق، هو اللي غادي يفتح البيبان الزواج، هو اللي غادي يحيي التعسير، هو الله الكريم اللي غادي يفتح لكم جميع البيبان. الوصفات هذه تيعطوها الرقاة في جوامع، تيعطوها بالنسبة للناس اللي باغين أنهم يكون عندهم فتح النصيب للزواج، وفتح النصيب للعمل، وفتح النصيب لي يكون عندك قبول في أي حاجة. وهي بحل تتحسن راسك وتترقي نفسك، تترقي نفسك بنفسك. أول حاجة تنقرب الإناء إلى الفم ديالي أو كأس، أو تكون جبانية، وغادي ناخد الحجرة، غادي نقرأ عليهم بجوج، غادي نقرأ عليهم، تنقرأ وتنفت. أول حاجة غادي نقرأ على هاد الماء وعلى الحجرة، غادي نقرأ عليهم الفاتحة الكتاب 7 مرات بنية تطهير البدن من جميع العوارض، من جميع العكوسات، الحاجة اللي تتعكس لي الأمور ديالي وتتعطيني طاقة سلبية وتنحبط وما تنقدرش ندير حتى حاجة. بالنسبة للناس كاينين تيكونوا عاديين من يبغوا يديروا شي حاجة، يبغوا يمشوا العمل ولا يبغوا، تيعكزوا، تيحسوا بعياء شديد، تيحسوا بالنعاس، تيحسوا بأنهم هاد الشيء ماشي عادي. هاد الوصفة صالحة لهم بإذن الله. الناس اللي عندهم تعسير الزواج تيجي العريس للعتبة وما تيدخلش، حتى إلا جا تيرجع بحاله. إذا هاد الوصفة صالحة بإذن الله. أول حاجة غادي نقرأ سورة الفاتحة 7 مرات على هاد المكونين بجوج، وتنفت على الحجرة وعلى الماء، تنفت على حسب أنني بغيت نطهر الجسد ديالي من جميع الشوائب ومن جميع النحوسات والحاجة كاع اللي متعسرة عليا. غادي إن شاء الله ندير تيقتي في الله ونديرها ونتوكل على الله، ولكن النية الحسنة، النية الحسنة اللي خاصني ندير هي ندير نيتي في الله، وندير الوصفة كما هي، وتبعو التعاليم وربي راه غادي يسهل. من غادي إن شاء الله نكمل سورة الفاتحة 7 مرات، وغادي ندير آية من آية سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك 7 مرات. وغادي ندير هاد الدعاء إن شاء الله، هاد الدعاء اللي غادي ندير ونفت في نفس الوقت: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو القوي على كل شيء. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله سبحانه وتعالى قادر يعطيك السؤال ديالك، وقادر أنه
يعطيك المبتغى ديالك، وقادر أنه يعطيك اللي في الخاطر ديالك. ولكن تكون النية حسنة، كل إنسان طيب الخاطر يبغي الخير للناس، ما يهدرش في الناس، يتكلم غير بالخير، وربي غادي يرزقه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. تاني حاجة، غادي نشرب، نحاول أنني ناخد هاد التيمومة اللي قريت عليها، هادي ما نقرا عليها حتى نمشي ننام. وهذا غادي نشربو، قريت عليه مع العشاء، غادي نشربو مع العشاء. ولكن هاد الحجرة من بغي صليت الفجر ديالي في هاد رمضان، غادي نمشي وندوزها على الجسد ديالي، ندوزها على الجسد ديالي كامل كامل. وأنا تنقول يا فتاح افتح لي نصيبي في الزواج، وأنا تندوزها على الجسد ديالي، ولو تكون فوق الملابس. وأنا تنقول أنا تندوز حالك، تندوز بحالك، تندوز حتى الأطراف الشعر كل شيء، وندوز الجسد ديالي كامل. وأنا تنقول يا فتاح افتح لي نصيبي في الزواج أو في العمل أو في أي حاجة بغيتها، يا فتاح افتح لي نصيبي حتى أكمل الجسد ديالي من رأسي حتى الصبع ديال رجليا. وغادي إن شاء الله غادي نخلي هاد الحجرة وقت ما بغيت نعودها في هذا رمضان، نعودها مرة وجوج حتى ربي يفتح ليا باب الخير. إذن حبايبي في الله، ما بقى لي غير نقول لكم إن شاء الله دعموا القناة وفعلوا الجرس، إذا عجبكم الفيديو حاولوا تخليوا لي لايك، وإن شاء الله يكون خير بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.